زبزة بزاف. أنا جاية عند خوتي وصحابي وحبابي، وأنا في تيميطرة، الدار ديالي تعتبر الدار ديالنا. أنا بعيدة كل البعد على المواقع التواصل، لأن إذا كانت شي حاجة فنية كنقرب، إلا ما كانتش ما كنقربش. شوف، السياسة ديالي أنا هي الحب، هي الحاء والباء، كل ما هو يشير إلى المحبة والحب أغنيه وأهديه، ونقدر نمشي فيه بعيد. إلا بغيت نوصل رسالة حب أبارات شي، ما كنعرف حتى شي حاجة ولا أميل حتى شي حاجة، ما كنفهمش كاع فيها نهائيا، صفر صفر في السياسة. اش غادي نقول لك؟ هو شوف، سيدنا الله ينصرو، كاين مسؤولين كبار قادين بشغالاتهم وقادين بزاف د الحوايج، حنايا كنبقاو كيضرنا قلبنا، ولأن انا كنبقى بنت الشعب، حتى انا راه غيضرني الغلاء، غيضرني بزاف د الحوايج هذا، ولكن كاين مسؤولين راهم خدامين على هذا الشيء. الله ينصر سيدنا ان شاء الله، راه ما غاديش نخافوا. شوف، مادام مسنودين على الله وعلى سيدنا اللي قالها الملك، حنا معاها. اي كلمه قالها الملك، الله الوطن الملك، راه ما كاينش شي حاجه اللي راه ما كاينش شي حاجه اللي ما كنحسوش بها. راه حنا كنا شعب واحد، راه حنا بحالنا بحالكم، ماشي تقولوا ان الفنان كيعيش حياه الرفاهيه، لا لا لا، بالعكس، هذاك الشيء اللي كتشوفوه راه غير الحقيقه. بيان سور الفنان كثر كثر، لانه عليه ضغوطات كثر. عامين ونص ما كانوا لا مهرجانات لا خدمه لا حتى شي حاجه، كلشي جالس في الدار، واللي عنده المسؤوليات وعنده بزاف ديال الحوايج. المهم الله معنا ومع الشعب كامل ومع الشعوب العربيه كامله، وكنتمناو من الله يا ربي هاد المحنه ما تعاودش الدور يا ربي، وان شاء الله يتفتح علينا شي باب الخير كاملين يا ربي ان شاء الله.